أشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما. جمعنا إن شاء الله. قبل أي حاجة، في كلمتين مهمين عاوز أكلمك فيهم. تحت أمرك. أنت عارفة أنا اتجوزتك ليه؟ ليه؟ حسيت إن أنا نفسي راحت لك، وحسيت إن هغلط، وحسيت إن دي السكة اللي ممكن الشيطان يدخل لي منها، وأنا لا يمكن لا يمكن أغضب ربنا أبداً. أنا عارف إن في ناس كتير هتتكلم بس مش قدامي، لكن بينهم وبين نفسهم هيقول عبد الهادي واقف على بير غويط ملوش قرار. أنا هعاملك بما يرضي الله، أعتبر حياتك اللي عدت دي كأنها لم تكن، كأنك صفحة بيضة جديدة من أول ما رجليكي خطت عتبة الباب ده. بس في حاجة مهمة قوي لازم تعرفيها. خير. إن خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وحفظتك في مالك ونفسك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اسم الله اسم الله. ايه يا اختي؟ شهرزاد قاعدة على السرير ألف ليلة وليلة بتتحرك قدامي. فرجيني كمالك يا عروس البحور. اسم الله اسم الله. او كده عبد الهادي اصله ايه؟ يحب الشعر الطويل. شكلك يا بت وريني هتعششي معاه. طب يلا بقى اخرجي لحسن يجي يلاقيكي. ما يجي هو انا غريبه؟ حيالله ده انا مراته درتك. بس متفقين. حضري لي جلابيه يا ادريه. الجلاليب كلها مكويه يا اختي في الدولاب على ايدك اليمين. ما تحفظي بقى الاماكن يا عروسه. انت ايه اللي جابك هنا؟ ببارك يا حاج. اها صباحية مباركة يا عرسان. وعلى فكرة صينية الصباحية جاهزة عملتها لك أنا ولك عليا لغاية ما تسبعي 7 أيام. الفطار عليا ومن إيدي، مش كده برضو الأصول يا حاج؟